نعت نقابة الفنانين ومسؤولين حكومة في العراق الفنان التشكيل البارز بلاسم محمد الذي توفي عن عمر ناهز 67 عاما بعد مسيرة فنية حافلة. وجاء في بيان نقابة الفنانين: ببالغ الحزن والأسى تنعي نقابة الفنانين العراقيين الفنان التشكيلي الدكتور بلاسم محمد الذي وافته المنية، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم زويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان. بدوره نعى وزير الثقافة العراقي حسن ناظم وفاة بلاسم قائلا: بحرقة وحزن وأسف ودموع أنعي إليكم معشر الفنانين والمثقفين والأصدقاء الفنان الأستاذ دكتور بلاسم محمد أبو سارة الأصير الطيب الحاني على أصدقائه وتلامذته. هكذا ترحل فجأة لتخلف في قلوبنا جمرة تتقد، رحمة الله على روحك النقية. الفنان التشكيلي بلاسم جسام ولد في مدينة الكوفة سنة 1954 وتعلق بفن الرسم والفنون الموسيقية منذ صغره رغم معارضة والده والبيئة الاجتماعية التي نشأ فيها. في عام 1968 انتقل إلى بغداد حيث أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة، ودخل بعد ذلك معهد الفنون الجميلة ودرس في قسم الجرافيك والخط العربي حتى تخرج منه سنة 1975، وبعدها أكمل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد وترك العراق إلى هنغاريا. عاد بلاسم إلى العراق سنة 1978 ليكمل دراسته الأكاديمية، وبدلا من أن يعمل في المجال الذي يحبه ودرس من أجله سيق إلى الخدمة العسكرية حيث قضى سنوات على جبهات القتال خلال الحرب العراقية الإيرانية، وحصل بعد ذلك على شهادتي الماجستير والدكتوراه ليرحل إلى ألمانيا، ومن هناك تنقل بين الدول الأوروبية ثم عمل في مجال التدريس لسنوات طويلة، كما عمل في الصحافة لأكثر من 15 عاما ونشر العديد من البحوث والدراسات.